اعرف احتياجاتها هي إيه عايزه منك ايه اه ايه الاحتياجات بص احتياجات المراه رقم واحد اشركها في حياتك مش انت عامل كانك صندوق اسرار مغلق وغموض تام وهي متعرفش عنك حاجه هي مش مستقبلك هي مش في حياتك اصلا هي بتبقى شايفه ان هي انا ما اعرفش عنه حاجه طب ليه 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 تحسس انا حد غريب عنك لا رقم اتنين احتياجاتها المراه بتحتاج العاطفه سواء بكلمة أو لمسة أو ضحكة أو همسة حنان أو طبطبة لازم لازم تشبع الجانب ده عندها مهم جدا الجانب العاطفي يا شباب افهموا الكلام ده ويا رجال يا أزواج من فضلك مهم جدا عندها الإشباع العاطفي والمشاعر أكتر من الجنس عندها وأكتر من الفلوس وأكتر من المشاعر أهم حاجة عندها رقم ثلاثة من احتياجاتها بتحتاج حوار يومي وإحنا قلنا الكلام ده دي عشر دقايق كل يوم هي تعيش يومها معاك وانت تعيش يومك معاها وكده معلش ما جاتش على 10 دقايق ده بيخلي الحب يكبر رصيد الحب بيكبر بينكم مش تسيبها بالشهر والاثنين ومفيش كلام مجرد اتنين تحت سقف واحد محدش عارف حاجه عن التاني ولا احتياجات التاني ولا مشاعر التاني ولا زعل ولا فرح ولا اي بدنجان مش حياه ولا بيت رابع احتياج بتحتاجه المراه الامان اكتر حاجه اعلى حاجه شعورها بالامان معاك امان من الحياه ومن غدرها ومن الفتن ومن الدنيا لكن تسيبها كده او تهملها حسسها بالامان يا ابني وخليك معاك زي ما قلت لك اشركها في رؤيتك المستقبليه ليك وحياتك واسرتك وهي معاك اخر حاجه يعني انصحك بيها الدعاء كل اللي احنا قلناه ده كان اخذ بالاسباب كل ده اخذ بالاسباب عليك بقى انك تدعي ربنا رب الاسباب انه يصلح ما بينك وما بينها ويبعد عنكم شياطين الانس والجن وان ربنا يردها لقلبك ولبيتك ولعيالك تاني طيب قبل ما اختم الحلقه معلش عشان اكون يعني على الاقل يعني الميزان مظبوط هوجه للزوجه نصيحه معلش اسمعين. اسمعيني اسمعيني بعين قلبك واسمعيني كده و... وانا لك يا بنتي زي والدتك اسمعيني بصي يا بنتي زوج بيحاول وبيعدل وبيتغير علشانك ما تسيبهوش زوج لسه باقي عليكي ما تسيبهوش زوج بيصبر عليكي ومش بيتخلى عنك ما تسيبهوش زوج حابب بيته وناوي يتغير ومعترف انه غلطان ما يتسابش اصلا خليكي نصحة واصيلة وفهمة وسيبك من كل الناس والكلام والاشرار والناس اللي بتحاول تخرب عليك اسمعي كلامي طالما ايه طالما هو بيجتهد وعاوزك وندمان بلاش تخربي البيت بلاش وارجعي ارجعي قولي له تعالى خدني تعالى تعالى انا نازله لك روحي وارجعي بيتك بلاش تكتموا مشاعركم بلاش تكتمي مشاعرك بلاش تستخسري كلمه جواكي ومشاعر حقيقيه جواك قوليها قوليها قبل فوات الاوان وقول لها قبل فوات انا عايزك وباقي عليك ومش عايز اسيبك ومش عايز اقرب البيت انا حبك وعايزك من فضلكم